انطلقت منصة أريد كأول موقع عربي مخصص للباحثين الناطقين باللغة العربية، والذي يهدف إلى توثيق مسيرة الباحث الأكاديمية وخدمة مجال البحث العلمي ودعم الأبحاث العربية عبر مجتمع متكامل للساحة العربية. هيثم أحمد والتفاصيل. على الخارطة العربية تبرز منصة أريد كأول بادرة عربية غير ربحية يطلقها الدكتور العراقي سيف السويدي، التي تهدف إلى توثيق مسيرة الباحث الأكاديمي العربي وتعزيز تواجده بأسلوب افتراضي منظم يسعى إلى تطوير منظومة البحث العلمي بهدف مواكبة التطورات التقنية الحاصلة وتحقيق الفائدة للمجتمع العربي. الفكرة بدأنا العمل عليها قبل تقريبا سنة، ولاقة استحسان من قبل باحثين اللي شاركوا في تقريبا 3 ملتقيات علمية، كان أولها في المؤتمر الدولي الأول لإدارة وتدريب التنمية البشرية، ثم اللي صار في مايو 2015، ثم الموسم العلمي للمؤتمرات الدولية في ديسمبر في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وآخر ما طرحت في مؤتمر المخطوطات والوثائق التاريخية، وافتتحت رسميا في جامعة ملايا. ويقدم موقع أريد الإلكتروني مجموعة من الخيارات تتيح للباحث عرض سيرته المهنية والأكاديمية بطريقة مدروسة، تنظم عملية البحث عن اسمه في جميع محركات البحث عبر رقم تعريف يحصل عليه فور تسجيله في الموقع. دكتور عدنان أستاذ جامعي وباحث متميز في مجاله. يعمل الدكتور عدنان في مجال البحوث الأكاديمية منذ 25 سنة، يشارك في المؤتمرات العلمية ويحاضر في الجامعة كما يفعل أغلب أقرانه الأكاديميين، لكن يفتقر الدكتور عدنان للمهارات التقنية التي تمكنه من تسليط الضوء على سيرته العلمية وبحوثه التي أفنى سنين عمره في تنفيذها. يشعر الدكتور عدنان بالإحباط عندما يبحث عن اسمه الكامل في محركات البحث فلا يستطيع العثور عليه، لأنه يجد مئات الباحثين العرب الذين يحملون الاسم نفسه. أوجدت منصة أريد علاجاً لهذه الإشكالات والمعوقات، وأعادت الأمل للدكتور عدنان في نشر بحوثه وسهولة الوصول إليها وتعرفها من قبل الباحثين والمهتمين بهذا المجال. يستطيع الباحث تسجيل حساب مجاني عبر منصة أريد ليبدأ بمشاركة جميع أبحاثه ومنشوراته العلمية في الدوريات المتنوعة، إضافة إلى تسجيل براءات اختراع التي حصل عليها. بالنسبة إلى هذا المشروع، طبعا نحن نفتخر لأننا خططنا هذا البرنامج منذ فترة، فاليوم الحمد لله رأينا نتائجه، بحيث هذا البرنامج نريد أن نجمع إخواننا من الباحثين بحيث أن أسماءهم موجودة في القائمة البحثية أريد أو أريد. هذا طبعا من ناحية تساعد للطلاب العلمي أن يتفرج على تخصصات معينة من خلال القائمة. ويعتبر مشروع منصة أريد مبادرة عربية فريدة من نوعها، وأول مشروع ريادي عربي غير ربحي يخدم البحث العلمي بطريقة تواكب التطورات التقنية الحاصلة، وهو ما يجعل من الوصول إلى الأبحاث العلمية الأكاديمية أمر بسيط للغاية. لشاشة ديوان هيثم أحمد.